طيب انت ليش ما بتبلشي تشتغلي؟ اذا بدك الحقيقه كل العالم لازم انه يشتغلوا، رجال ونسوان لازم يتساعدوا مع بعضهم. انا عم بشتغل ومبسوطه كتير، عم روح جيب بناتي من المدرسه، دراستهم كتير مهمه بالنسبه لإلي، وبصراحه انا عم فكر اشتغل بس حتى يكبروا شوي. حلو كتير، لازم يكونوا فخورين. بس بتعرفي شغله، انت ابدا مو مبينه عليكي انك ام لبنتين. انا متاكد انك تزوجتي بعمر كتير صغير. شكلي لازم اعتذر مره ثالثه، اذا ضليت عم احكي رح وقع حالي بمشكله، انا متاكد من هالشي. لحظة، شو هذا اللي وراكي؟ ليكي أنا بدي أرجع أعتذر منك، رح أقلك شغلة، أنا ما فيني شوفك زعلانة لهيك فجأة خطر لي إنه أعمل لك هاي الخدعة البايخة. منيح، أنا متأكد إنك مليتي من حديثي، بس مبسوط إنه الخدعة خلتك تبتسمي. شو صار؟ ليش وقفت؟ هلأ بشوف مدام. شو المشكلة؟ ليه وقف؟ في ماس كهرباء ورح تاخد وقت لصلحها. هلأ وقتها؟ لازم نروح نجيب البنات من المدرسة، المفروض يكونوا طلعوا. خلص لا تاكليهن، منوقف تاكسي. ايه يلا يلا. اهلين بنتي. يلا حبيبتي. يلا ماما بتاخدنا. ايه امشي نروح. يلا يلا. اهلين حبيبتي. كيف كان اليوم؟ يلا امشي. يلا. تاكسي وقف. فاضي؟ طلعي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.